الأولى. نقطة ثانية، من بعد ما كملت اللجنة شغالها رفعت تقرير للمكتب، داو المكتب في هذا الشيء، علاش الممثلين ديالكم في المكتب ما يطرحوش المشكل في المكتب. النقطة الثالثة، تطرح جدول الأعمال على ندوة الرؤساء، وافقت جدول ندوة الرؤساء وما تطرحش المشكل من قبلكم، علاش انت درتي حتى جينا للجمع العام؟ ماشي الجمع العام اللي كيسير المؤسسة، اللي كيسير المؤسسة هما الهياكل اللي هي انتخبتوها هي اللي كتسير، هي اللي مسؤولة. أنتم تصرفتوا كيف بغيتوا، هذاك شغلكم، ولكن ما غتوقفوش العمل ديال المجلس. التشاور غنتشاوروا علاش؟ مع من؟ اللي ما يسيدرش الشجار. جينا الأشغال لجنة وأنا رجعت للتقرير. تقرير من سوء حظكم أن المقرر في هذه اللجنة من فريق العدالة والتنمية. ولم السي بن كيران ما تهضرش مع الفريق، تهضر في حقها، ما تهضرش. لا انا لن اتوجه للرئيس لاننا لا نتوجه للرئيس، وهذه مشكلتكم، ما تعرفوش القانون. الخطيب يتوجه للمجلس، انا اتوجه للمجلس. الى وقفتي الوزير ما غتوقفنيش، انا غنكمل التدخل ديالي، وانا حق لك في ايقافي، وهذا ماشي عسلو. انا ما سمحتش لاخوان الفريق يحتشوا، عندما كنت تتدخل انا قلت لاخوان الفريق سكتوا وسمعوا التدخل، لا حق له في ايقافي. وخصك تدخل كرئيس فريق وتمنعوا من الوقوف. صافي كملتوا الجدبه صافي.